اليوم باش نوريكم طريقه جديده باش تحضروا البيتزا، منها اومليت ومنها بيتزا. اش معناتها؟ الباز اللوطنيه اللي هي البات نورمالمون باش نعملوها اومليت، ومن بعد تو سامبلومون باش نحط لها فرشه طماطم، موتزاريلا، جامبون، مكونات البيتزا، ونكمل نخليها تيب في الفور. اما تو سويت باش نبداو بالاومليت. دونك اومليت عاديه، ناخو ام تي بول كيما هكا ونبدا. دونك كل واحد وكيفاش يحب الاومليت نتاعو. هوني باش نعملو بيتزا فاميليال، دونك باش ناخذ برشا عظم. ستة عظمات، على ستة عظمات نتاعنا مانيش باش نحط الجبن وكل المكونات هذوك نتاع الاومليت، على خاطر من بعد باش نزيدو الموتزاريلا نتاع البيتزا. اما باركونتخ باش نحط لها شويه بصل من هكا، باش نحط الملح، الفلفل الاكحل بيان سور، فلفل زينة باش نتونسوها شوية الحكاية. اونتخ طون باش نحط البلا نتاعي هذايا. لافونتاج نتاعو سي كو نجم نطيب فيه هوني على النار، ومن بعد ديريكتومون ندخلها للفور. فوالا، وتوا نخلط الاومليت نتاعي. ونحط لها الزويتة أولينا بالطبيعة. هوني الزيت باش نحط كمان كمية باهية متاع الزيت، على خاطر نحبها من بعد فيسع فيسع نجم نخرجها. أوب، الزيت متاعي مازال ما سخنش. أونتخ طون اش باش نعمل؟ باش نقص الموتزاريلا. قلنا بيتزا اليوم، دونك هذوما اختراعاتي. هي مخي شنو يحكي لي، خاطر علاش نبخل عليها الحقيقه البات نتاع البيتزا مش صعيبه هي راه، اما نبخل عليها باش نقعد نعجن ونقعد نستنى فيها وكل. خممت في طريقه جديده، وعندي شكون في الدار مغروم ياسر بالعظم، دونك جو مسوي دي فكره باهيه. سخنت قايد باش نحط فوالا. خليها تيب، نقص عليها شويه باش ما تسيبش بالقوي. نكمل نقص الجبن، وتوا باش نخليها تيب. اوب، تبعوها هكا شوية. البارتي اللوطانية سي بون طابت، البارتي الفوقانية لازمها تقعد مروبة وحتى أكثر شوية، خاطر أنا باش نكمل ندخلها للفور. دونك ماذا بيا تقعد هكايا. شعملت؟ خذيت شويه، باش ناخذ شويه طماطم نحلها، شويه طماطم معجونه نخلطها مع طماطم فرشكه مرحيه، ونحطها من الفوق ما نخافش منها كيف ما نهك ما اكثرش. من بعد الجمبون
خليه كامل دلو رواحنا اوب سكروا عليها بقيت تطيب بالشوفة في الفور من الفوق جبن هي راي بريسك طابتة هي راي بريسك طابت نسرقو شوية جبن من هوني باش نحطوه في الوسط هكا نسرقو شوية جبن من هوني باش نحطوه في الوسط باش يبدا عندنا جبن في الأماكن الكل وتوا ديريكسيون الفور الفور نتاعي سخون 180 درجة باش نخليها 10 دقايق لازمني نخرج الأومليت اللي في الفور واو زلت سخونة تغلي دونك نخليوها بيان سور ابوبخي دريج زوز درجين بلوتو باش تنجم تبرد شوية قبل ما سوا نقلبوها سوا ناخذوها هكاكا بقالي كامش نقولكم صحة وبالشفاء نهاركم زين